في هذا الزمان قد وجدت فتاة تميزت عن كل الفتيات بحنان قلبها، برقة مشاعرها، بجمال صوتها، وبالكثير من الميزات. وما يجعلني حائرا في هذا الوقت أني عندما أنظر باسمها على أوراقي أرى أن معانيه تحتاج إلى ملايين الصفحات. لا تقولوا لي أني أبالغ، فلو أراد رسام أن يرسمه في لوحاته سيطغى جمال اسمها على كل اللوحات. وإن أراد عازف أن يلحنه، أنا مؤمن أن اسمها سيكون من أروع المعزوفات. يبدأ بلام اسمها ليقول: لست كأي فتاة في هذه الدنيا، فأنت يا سيدتي عنوان لكل الكتابات. وثانيه ياء تقول: يرقة أنت بلون الربيع تلونت، وبجمال ألوانك قد أحزنت كل الفراشات. وثالثه نون تقول: نور قد خرج من وجهك يا سيدتي، قد أزاح من عالم العشق كل الظلمات. وختموا بألف ليقول: أنت من أقدم لها شكري الخالص، فاسمك قد ألهمني لكتابة الكثير من القصائد، وعرفت من خلاله أن أكون كل ما لدي الآن من الأبيات. وبهذه الخاتمة أقدم لك شكري الخالص، وبهذه الخاتمة أشكرك يا لينا، يا من بحروف اسمك تكونت في اللغة العربية كل الكلمات. صدقيني في كلامي هذا، واقبلي مني شكري، واعذريني لأنني بحاجة إلى أن أتوقف عن الكتابة الآن. وهذا ليس ببخل مني سيدتي، ولكن أنا أخشى أن أضيع بين أبياتي هذه، وأن لا أعرف بعدها أن أكمل مدحي بك يا فاتنة الفاتنات. فاقبلي مني هذه القصيدة الرمزية، واعلمي أني سأكتب المزيد من القصائد، واعلمي أني سأكتب المزيد من القصائد من حروف اسمك لكل السيدات. فمن هذه الحروف تكونت يا سيدتي أهم وأجمل العبارات.